حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم في بلادنا العربية والاسلامية فيض ظلم وفساد وانحطاط الاخلاق وفيض احتكار. هذا الاحتكار المغطى من قبل رجالات القرار والنفوذ بحيث تحتار من اين تبدا في ترقيع الفتق العربي والاسلامي وكله بما كسبت ايدينا. الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية وهو ثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله وقد تنوعت صوره وتعددت طرائقه وهو لا يكون في الاقوات فحسب وانما يكون في كل ما يحتاج اليه الناس من مال واعمال ومنافع. وقد ابتلي العالم العربي والإسلامي بمرض الاحتكار الذي أضر بالناس إلى أبعد الحدود والدولة يجب أن تتدخل لحماية الأفراد من عبث العابتين ومصاصي دماء البشر وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة إلى نفوس المواطنين وعلى الدولة ان تعتقل المحتكرين وتسجنهم حتى لو كان المحتكرون من الكبار واي محتكر يغطيه مسؤول حكومي او حزبي او تيار سياسي فشان الداعم كشان المحتكر ولعل اثم الداعم اشد عند الله لانه سند الظلم الدين ليس لعبة ولا لعق في الالسن وكما ان المحتكر ملعون عند الله كما اشار المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فداعمه اشد لعنا. المحتكر ملعون كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومغطيه وداعمه ملعون ايضا. وقد اجمع كبار علماء مدرسه اهل البيت على ان الاحتكار حرام. ولا يجوز قطعا قال الصدوق في مقنعه انه حرام وبه قال ابن البراج في المهذب والظاهر ايضا من كلام ابن ادريس في السرائر وافتى علماء المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنبليه بحرمه الاحتكار وبذا قالت بقيه المذاهب الحكمه من منع الممارسات الاحتكاريه هو منع الاذى الذي يصيب الناس نتيجة ذلك ويتفق العلماء على أنه إذا امتلك الإنسان أشياء يحتاجها الناس بشدة ولا يستطيعون العثور عليها يجب عليه بيعها لتقليل الضرر وإزالة الصعوبة عن الناس جميعا موقف الإسلام من الاحتكار عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش العلامة الشيخ حسين الخشن ومن الجزائر الحبيبة الأستاذ حسان المنور رئيس شبكة مال لحماية المستهلك ومن مصر الحبيبة الشيخ منصور مندور من علماء الأزهر الشريف وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف مشاهدين مرحبا بكم جميعا شيخ حسين حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك وإياكم يعنى تتوجع عندما ترى المحتكرين أو مصاصي الدماء يجمعون الدواء والغداء والبنزين والوقود ويخفونه عن الناس ربما هم يفعلون ذلك نهارا وربما يصلون بالليل أيضا ما هو الاحتكار في الشرع الإسلامي في الفقه الإسلامي وما هي مصادقه في واقعنا العربي والإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى اله الطاهرين وصحبه المنتجبين حياكم الله وحيا الله الضيوف الاكارم. في واقع الامر يكاد المسلم والانسان يحترق ألما وهو يرى حاله الجشع تجتاح واقعنا ومجتمعاتنا. قد نتفهم أن يكون في الأمة حيتانا من النوع الكبير ولكن عندما تتعمق في النظرة فتجد أن حالة الفساد قد استشرت وأن المجتمع قد انتشر فيه الفساد فأخذ الأخ يأكل أخاه ويبتلع أخاه ومن هنا تكون المسؤولية كبيرة ويكون للكلمه وللموقف فعل جهادي لان مواجهه المحتكرين لا تقل عند الله تعالى اجرا وثوابا ووجوبا عن مواجهه المحتلين هناك احتلال ياتي من الخارج هو يحتل الارض وهناك احتلال ياتي من الداخل فيصادر قوت الفقراء والمستضعفين عنيت باحتكار الداخل عنيت باحتلال الداخل أمثال هؤلاء الجشعين والمحتكرين يعني لدينا الأح... الصهاينة الخارج والصهاينة الداخل تماما لا فرق بينهم ولا احتكار ولا أريد أن أدخل ولست في سياق بحث حوزوي لأتحدث عن الحد الجامع والمانع لكن في الإجمال أقول الاحتكار هو حبس السلع التي تكون حاجه الناس اليها حاجه ماسه هذا العمل عمل مدان في الاخلاق قبل ان يكون مدانا في شريعه رب السماء جل وعلا الاسلام في اصح ما عليه المذاهب الاسلاميه يحرم الاحتكار الاحتكار ويجرمه وقد اشرتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استنزل لعنات الله على المحتكر، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وهذا حديث اجمعت عليه المذاهب الاسلاميه صحيح. رواه السنه والشيعه واللعنه لا تصب الا على الانسان الذي يفعل المحرم علما ان الرسول يحتاط في اللعن، ما لعن رسول الله قط لأن لكن في مورد المحتكر لعن اللعن هنا هو حكايه عن واقع هذا الانسان، هو ليس عملا انشائيا، يعني ليس فعلا ليس النبي من ينشئ اللعن عليه، هو يبين ان حقيقه هذا الانسان انه ملعون لان اللعن ماذا يعني؟ يعني الطرد من رحمه الله المحتكر هو عدو الله بعيد عن رحمه الله الملعون هذا ما تعنيه معنى كلمه اللعن فلان ملعون اي مطرود من رحمه الله فليس النبي من طرده من رحمه الله بل هو من طرد نفسه بممارسته العدوان على عيال الله هو الذي طرد نفسه من رحمه الله، وفي الحديث عن الامام علي كما ساشير ربما بعد قليل انه دعا الى معاقبه وتاديب المحتكرين، دعا الى معاقبتهم وتاديبهم، والعقوبه لا تكون على عمل مكروه، اذا الاحتكار ثم دعك من هذه العناوين، عناوين الاحتكار، الاحتكار فيه مضره بالعامه مضرة بالناس، عندما نقول الاحتكار وهو حبس السلع التي يحتاجها الناس، هذا اضرار، وتحريم الاضرار بالاخرين هو من بديهيات هذا الدين الاسلامي، واني لاستوحي من قول الحق عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ماذا تقول الايه الكريمه؟ لهم عذاب اليم الشرق. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون إني لا أستوحي من هذه الآية تحريم الاحتكار بطريق أولى كما يقال لأن الكنز الذهب والفضة مع حاجة الناس إليه إذا كان عملا محرما فما بالك بكنز الاقوات والامور والدواء وغير ذلك مما يحتاجه الناس وما احوجنا اليوم الى ابي ذر الغفاري الشهيد الذي قتل في مواجهه المترفين من هذه الامه ما احوجنا اليه وهو يقرع المترفين بهذه الايه في كل مجلس كان يجلسه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله الى اخره، كان يتلو هذه الايه ويقرع بها ويجلد بها هؤلاء المترفين، فنحن بحاجه الى هذا الصوت الذي يقرع هؤلاء ويدعو إلى مواجهتهم وإلى معاقبتهم اللهم يبعث لهذه الأمة مليون أبا ذر ينطحون هؤلاء الذين جمعوا أموالا وربك إني أسمع الذين يذهبون يعبئون البنزين أو يبحثون عن المواد الغذائية كيف يلعنون يلعنون المحتكرين أستاذ حسان المنور كيف يضر الإحتكار بالاقتصاد الوطني أي اقتصاد وكيف يضر بالناس عموما؟ ولماذا اعتبر حتى في القانون الاقتصادي المدني جريمه والقوانين العربيه يعني فيها من البنود والنصوص الشيء الكثير، ناهيك عن حكم السماء وحكم رسول السماء صلى الله عليه واله وسلم. تفضل. أكيد هي جريمة اقتصادية ولكن أيضا جريمة إنسانية والجريمة هي منظمة كانت عالمية يعني خارجية على الدول أو داخل الدول. خارجية لأنه بالرغم من تقدم وتحضر كثير من المجتمعات هناك منظمات وشركات كبرى عالمية ما زالت تفرض نفسها تفرض نفسها بالاحتكار احتكار وهذا ما لاحظناه خاصه في بعض الاجهزه الطبيه وبعض الادويه حتى في بعض الاجهزه اللي هي كثيره الاحتياج وخاصه لما يكون الاحتياج عند الدول التي هي في طريق النمو دول افريقيه دول منها عربيه وجنوب امريكا الاحتكار الداخلي للأسف شديد وهذا ما لاحظناه هنا في الجزائر أو حتى في عديد من الدول في هذا الآونة الوقت الذي ازدادت فيه الأزمات الاقتصادية وأيضا الأزمات الصحية أين برز برزت بعض الشركات وبعض رجال الأعمال وحتى بعض المنظمات للشركات أين يعني قامت بمؤامرة للاحتكار وهذا استغلالا لهذا الوضع اين يعني كانت كان كانت كان المستهلك يعني الشعوب او حتى المؤسسات الدوليه انها كانت مستضعفه ولا خيار لها، اذا ولهذا هو فساد وهي جريمه، جريمه لانه فيها و لأنه فيها اثر اثر سلبي اولا على المواطن المستهلك بما انه يحرم من الاستهلاك الطبيعي العادي المعتدل لبعض المواد الاساسية في استهلاكه مثل الغذاء مثل الدواء مثل الطاقة كالبنزين حتى في آه في بعض الخدمات في بعض الخدمات وهذا ما لاحظنا ايضا حتى عالميا خدمات النقل في اثر هذه الازمه ازمه كورونا ازمه كوفيد 19 النقل البحري والجوي للسلع كان فيه احتكار من شركات كبرى كان عليها تاثير كبير في اسعار المنتوجات التي نستوردها. إذن الاثر هو اثر سلبي على المواطن المستهلك وايضا على الاقتصاد. لانه الاحتكار يمنع المنافسه وهو يعني يشجع تكوين لوبيات كبرى للفساد وذلك ليس في صالح الاقتصاد المحلي الوطني لاي دوله نعم وهذا ما ننادي يعني ننادي يعني كل المنظمات الدوليه وخاصه السلطات لكل دوله اللي لتنصيب اجهزه 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 تكون قويه لدعم المنافسه لانه اول شيء الذي سيحارب الاحتكار هو المنافسه النبيله والشريفه ما بين المتعاملين الاقتصاديين في كل دوله وايضا تكوين شبكات ما بين الدول يعني للمساعده والتعاون في هذا المجال. نعم. شيخ مندور أجمعت كل المذاهب الإسلامية الثمانية أستطيع أن أقول وأجزم قراءة وتدقيقا وتحقيقا على حرمة الاحتكار روى ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمنى على أمة الغلاء ليلة واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة هذه الغلظة في تحريم الاحتكار تعود إلي الضرر الكبير للاحتكار والمعتكرين علي الناس كيف أبان الشرع الإسلامي الفقه الإسلامي ضرر هذا الاحتكار شيخ مندور الحمد لله العزيز المنان أمر عباده بالعدل والإحسان ونهى عن البغي والعدوان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم القائل خير الناس انفعهم للناس الله سبحانه وتعالى يوصينا في محكم كتابه في قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول أيضا القرآن المجيد في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحقيقة يعني أيضا في هذا المعنى يقول الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه من احتكر الطعام أربعين يوما قسى قلبه وهذا القول يدعونا الى ان نتامل في الاضرار التي تلحق المجتمع المسلم او المجتمع الانساني عموما من هذا المرض الخطير الذي يصيب بعض الناس يصيبهم بالطمع والجشع ويصيبهم بحب الدنيا التي سيطرت على قلوبهم وعلى عقولهم ونسوا انهم راجعون الى الله عز وجل موقوفون بين يديه محاسبون على ما جعل الله عز وجل في ايديهم من نعم وخيرات يحتاج الناس اليها. الحقيقه ان هناك اضرارا عديده تلحق المجتمع اذا وجد فيه هؤلاء الحيتان كما وصفت هؤلاء الذين لا يأبهون بحقوق الناس ولا يأبهون بانسانيتهم ولا يهتمون بحقهم في الحياه ان يعيشوا حياه سويه يأخذون ما يحتاجون لكن يعني يحضرني هذا المعنى الذي اشار اليه فضيله الشيخ حسين وتحياتي له طبعا عندما نتحدث عن ان الاحتكار قد تطور يعني عندما تتامل في تعريفات العلماء واهل اللغه تجد ان الاحتكار كان منصبا على حبس الغذاء لكن الان حبس الغذاء وحبس الدواء وحبس الوقود وحبس الملابس والثياب وحبس كل ما يحتاجه الناس حتى ولو كان سلاحا تحتاجه الدوله المهم ان ال... ان الاحتكار قد تطور من افراد الى أه دول يعني أه يعني اصبحت الدول هي الراعيه لهذا الاحتكار عندما تجد دوله هي التي تحتكر سلعه معينه او تحتكر شيئا ما أه فلا يستطيع احد ان ينازعها في, في بيعه او شرائه هناك شركات عابره للقارات استطاعت أيضا أن تقدم سلعة لا يعرف الناس عنها شيئا حتى إذا قامت الدولة بشرائها فإنها يعني تحتاج إلى فني إلى مهندس هو الذي يعمل الصيانة بل قد يوضع في هذا الشيء شفرات يستطيعون إيقافه وهم هناك في مصنعهم وفي بلدهم ولا ألوم في ذلك إلا هؤلاء الذين حصروا الإسلام في اللحية والنقاب والصندل وغير ذلك وتركوا العلم للصين والغرب يتحكمون فينا كيفما يشاءون وهذا هو منبع الخطر قضية الاحتكار تجعلنا كمسلمين كمختصين كأهل دين أن نجعل أن 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 ننقب ونبحث في ديننا أين نحن من قول الله تعالى قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أين نحن من قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أين نحن من أين أمة اقرأ من اقرأ أين نحن من هؤلاء الذين تركوا مقدرات الأمور بين أيدي أعدائهم يتحكمون فينا كيفما يشاءون القضية سيد الفاضل هي أن نعود إلى منبع هذا الدين ولا نقف ولا نقف عند قشور وفروع وجزئيات ونترك الأصول نعم. والأساسيات التي احتكمها أو احتكمها شيخ منصور ضعفا منا شيخ منصور المصيبة الكبرى والطامة العظمى والواقعة التي وقعت انه الكثير من مدعي التدين المغشوش هم من يحتكر فتجد الكثير من المتدينين يترددون على المساجد يملكون اموالا طائله ويمنعون الناس ما احل الله لهم. الشيخ حسين عندما تعود الى مصادر ثقافه اهل البيت في حرمه الاحتكار، واقعا اعجزتني القراءه لفرط ما اطلعت على نصوص كثيره اذكر من جملتها مقوله للامام علي سيد الفصاحه والبلاغه الاحتكار داعيه الحرمان الاحتكار شيمه الفجار الاحتكار مطيه النصب من طبائع الاغمار اتعاب النفوس في الاحتكار ولفت نظر قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله تصور يعني المحتكر المسلم كالذي يشك في كتاب الله تعالى، وكتاب الله لا يشك فيه. ماذا تقول؟ اقول ان هذا التوصيف الدقيق لنبينا صلى الله عليه واله وسلم يكشف لنا شخصية الانسان المحتكر. الشخصية علينا ان نحلل شخصية هذا الانسان. هذا انسان يجتاحه الجشع وحب المال والطمع ولا يعطي اهميه لوجع الناس ولالامهم ولمعاناتهم كانما يريد ان يمتص من دمائهم وهم في امس الحاجه الى هذه السلعه وبالتالي هذا نزله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طبقا لهذا الحديث منزله الملحد في الله لان من يتنكر لعيال الله أحسن. فقد اغضب الله سبحانه وتعالى أحسن. وهذا ما يعود بي الى وضع قضيه الاحتكار في موضعها الاساسي وهو انه جريمه اخلاقيه ولانه جريمه اخلاقيه حاربه الدين ولانه جريمه اعتداء على بني الانسان حاربته شريعه السماء وش وشريعه الانبياء جميعا على هذا الاساس استطيع القول ان مواجهه الاحتكار تحتاج الى اولا الى رادع قانوني فلا يسمح بالتساهل مع المحتكرين وهنا استذكر معك قولا لعلي بن أبي طالب عليه السلام عندما أرسل مالك الأشتر إلى مصر وزوده بذلك العهد العظيم نعم. الذي يمثل وثيقة في الفقه القانوني والدستوري يقول له وهو يتحدث عن التجار في فقرة خاصة يقول واعلم أن فيهم أي في التجار ذيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع حبسا للمنافع وتحكما في البيوعات وذلك باب مضرة على العامة عامة الناس وعيب على الولاة من العيوب على الولاة أن يسمحوا بهذا الشيء وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه وليكن البيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع فمن قارف هي وظيفة السلطة فمن قارف حكرة بعد منعك فنكل به وعاقبه من غير إسراف هذا الرادع الأول يعني ها... الع... هل نحتاج الى مالك اشتر في كل دوله عربيه اليوم المحتكر يسجن صباحا ويطلق سراحه مساء باتصال هاتفي من وزير من تيار سياسي من حزب سياسي من حركه سياسيه يعني بربك هذا الانكسار في النفس وهذه الذله والضحك على الناس من ان لنا مالك الاشتر من اين نجلب مالك الاشتر ماساتنا ان السلطات في كثير من دولنا جاءت من هؤلاء المحتكرين فلن تسمح باعتقالهم ومعاقبتهم، ولذا اتي معك الى الرادع الاقوى والاهم في مواجهه هؤلاء في الاجابه على سؤالك، الرادع الاخر الثاني هو الرادع الاجتماعي، الامه مسؤوله عن مواجهة هؤلاء المحتكرين عن يعني فضحهم الأمة عفوا بعيد الفاصل لأن قضية فضح هؤلاء يتطلب منك مزيد بيان ولا أريد أن أخذ منك قصبا من جملة أريدك أن تكمل بعيد الفاصل مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا مشاهدينا اهلا بكم من جديد عدنا والعود احمد ومن ادرك حلقتنا الان نحن نعالج موضوع الاحتكار ذلك الموضوع الذي اذل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واهل الكتاب جميعا والناس جميعا شيخ حسين كنت تتحدث عن الامه ودورها في استئصال المحتكر الملعون كيف ذلك انا كنت اقول اولا هناك الرادع القانوني الذي لا بد ان تضطلع به سلطات العدل في مجتمعاتنا لكن بما ان السلطات قد نخرها الفساد الى النخاع فقد لا نعول كثيرا عليها وان كان من واجبنا ان نعمل على اصلاحها نعول على سلطه من نوع اخر ترويح هي للجو السلطه انت تعلم سئل الفساد اين تسكن يا سيدنا الفساد قال في دوائر القرار العربي هناك يدللونني الى اقصى درجه ولهذا نحن معنيون بتفعيل سلطه من نوع اخر، م. سلطه رقابيه من نوع اخر، هي سلطه الامه. م. هذه الامه جميل لا يجوز لها في منطق الاخلاق وفي منطق الدين ان تسمح لنفسها ان تسامى الذل والمهانه على اعتاب محطات البنزين والوقود أو غيرها لا بد أن تنتفض وتثأر لشرفها لكرامتها نحن لازلنا على أعتاب من عاشوراء رسالة عاشوراء هي هيهات من الذلة كيف ترضون لأنفسكم هذه المهانة فمن واجبكم أن تقفوا أولا وتنقدوا وتفضحوا المحتكرين واليوم عندنا هاي وسائل التواصل هي سلطة جميلة في فضح هؤلاء في فضحهم وفي مقاطعتهم قاطعوا المحتكرين لو ان الامه قاطعت هؤلاء المحتكرين تجاريا لا اقفلوا لسدت عليهم بيوتهم السؤال شيخ حسين واذا كانت الامه طائفيه مذهبيه مسيسه كل فئه تابعه لفئه كيف يمكن لهذه الأمة أن تحقق الإجماع في لجم الملعونين المحتكرين علينا عندئذ أن نقرأ على روحها الفاتحة وأن نعمل على خط ثالث لأنه إذا ماتت ماتت الأمة ومات دورها الرقابي شاع الفساد وانتشر أكثر فأكثر وعلينا حينئذ عن أن نعمل على استنهاض النفوس من خلال سلطه ثالثه ورقابه ثالثه وهي رقابه الضمير لان الضمير هو خط الدفاع الاول في مواجهه الانحراف والفساد والجشع هذا الضمير الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالنفس اللوامة، مم. نحن معنيون بأن نربي مم. هذه الأمة وأبناء هذه أن نربي أنفسنا نعم. على أن تكون نابضة بالخير وبالإنسانية مم. وبالحب لجميع الناس وتبقى سلطة رابعة لا بد أن نستحضرها وهي الأهم ونقول هذا الكلام لهؤلاء المحتكرين مم. اذا هربتم من قاضي الارض فكيف تهربون من قاضي السماء ستقفون ذات يوم بين يدي الله والاسلام يعلمنا ان نستحضر هذا الرقيب وهذا الرقيب العتيد الذي يضع على كتفينا شاهدين رقيبين عتيدين ان نستحضر هذا وقد استذكر هنا في هذا السياق قولا للامام موسى بن جعفر الكاظم وهو يقول: لئن القى الله عز وجل سارقا احب الي من ان القاه محتكرا. لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا انت تعلم لماذا قيل اهوال يوم القيامه لهول ما سوف نرى، سنرى اهوالا واهوالا. استاذ حسان المحتكرون ليسوا فئه بسيطه من الناس. هم أصحاب نفود أو على صلة بدوي النفود رأينا كبار التجار في الجزائر رأيناهم في لبنان رأيناهم في العراق رأيناهم في مصر الحيتان الكبيرة على صلة بالحيتان الكبيرة عندما المحتكر يأخذ عونه ويكون صاحب السلطة والقرار سندا له كيف ستمنع الاحتكار لا هو أكيد أنه في هذه الدول العربية للأسف فيه يعني شراكة واضحة ما بين السياسيين والحكماء أهل الحك في الحكم مع الشركات الكبرى، كانت شركات كبرى محلية لهذه الدول أم شركات أجنبية. لأنه نلاحظ أنه في دولنا للأسف فيه فرض فرض لبعض المواد الاستهلاكية من الخارج عبر السياسيين الذين هم في السلطه والذين هم بالمفروض يحمون هذا الوطن وهذا المواطن وهذا المستهلك من 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 الجشع ومن الاحتكار ولكن للاسف الشديد هم يقومون بالعمل المعاكس لربح 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 الدنيا وهذا ما ما يعني جعل انه في كثير من الاحيان وخاصه لما يكون في مجال الاستهلاك الغذائي او الاستهلاك الاستشفائي فيما يخص الدواء والاجهزه الطبيه وحتى عمليات الاستشفاء يكون المستهلك لا خيار له وهذا هو الضرر الكبير لما يصبح المستهلك ليست له القدرات للاختيار ويفرض عليه اسعار اثمان غاليه جدا او حتى بعض المواد التي هي غير لائقه وبذلك ضرر يصبح في في الهلاك في في موت في في مشاكل نفسيه في مشاكل اجتماعيه للمجتمع. الحلول هي يعني تكون اولا وممكنه جدا من عند الشعوب يعني المواطنين في كل دوله انهم يكون عندهم الوعي الكافي والثقافه الكافيه لمقاطعه اولا بعض المواد لما ما تكونش هذه المواد يعني اساسيه في بعض الكماليات مثلا لانه هذا ايضا اسلوب حضري واسلوب اخلاقي لما يكون تكون ماده استهلاكيه غير عاديه في ثمنها او في عرضها او في تشكيلتها نتخلاو عليها يعني ونقاطعها وهذا لمعاقبه هذا المتعامل الاقتصادي وهذا الاجراء الاجرامي وايضا سياسه او ثقافه التبليغ التبليغ مهم جدا و... 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 وحنا متاسفين كثير ك... يعني كجمعيات لحمايه المستهلك انه هذه الثقافه غائبه في شعوبنا العربيه والافريقيه آ... كما هو الحال في المجتمعات أستاذ المتقدمة. أستاذ أي... 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 المجتمع استاذ حسان استاذ حسان اين المجتمع معذره في هذه النقطه كم من نعم. مواطن يتصل بالسلطات المحليه اغيتونا يوجد حوت كبير ها هنا ياكلنا ويمصنا والسلطات نائمة لا تلبي الأمن العربي صار لا يلبي المواطنين لا أحد صار يسمع يا سيد العزيز للأسف نعم ولهذا ولهذا النداء يعني دائما لتمثيل هذا المواطنين بجمعيات كبرى وكبيرة وتنصيب شبكات كبيرة ما بين الجمعيات في الأوطان العربية وفي الأوطان الإفريقية تبليغ بطريقة يعني بطريقة عالمية لأنه بعض الحكام يستهلون أن يبلغ عليهم بطريقة عالمية يعني بأنه فيه احتكار فيه فساد فيه جريمة في وطن ما وهذا وهذا ما 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 نتمناه مستقبلا لانه اليوم العالم كله اصبح قريه صغيره وفيه تبادل معلومات ومع الاعلام مع التواصل الاجتماعي، فيه تبادل ايضا للافكار والخبرات اللي لازم نستغلوها كلنا كمجتمعات للتبليغ والضغط على بعض المسؤولين الذين لا يؤدون مهامهم لحمايه المستهلك بل بالعكس هم يمتصون الدماء لربح الاموال بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين مجرمين وفاسدين في عملية الاحتكار والجشع والتسلط على الأسواق كانت أسواق داخلية أو عالمية وخاصة لما الأمر يمس مباشرة صحة المواطن يعني احنا نلاحظ في هذه الايام الاخيره مع هذه الازمات الصحيه ماذا اصبحنا نعاني فيما يخص بعض الادويه التي اصبحت غير متوفره او اصبحت غاليه جدا لانها محتكره من عند بعض رجال الاعمال المتورطين مع السياسيين طبعا ايضا بعض الاجهزه اجهزه طبيه يحتاجها المريض في مع لمحاربه او مكافحه هذه الامراض والتي هي في محتكره ايضا ما بين شركات كبرى وما بين مسؤولين سياسيين حتى يعني وزراء او مدراء عامين في وزارات ويستغلون ضعف ضعف هذا المواطن للربح الربح الكبير والربح الكثير. نعم استاذ حسان يجب ان تكون ثقافه. نعم. استاذ حسان اشرت الى جهات خارجيه نعم. يعني بربك بربك يعني الذين سرقوا الشعوب العربيه والاسلاميه الحيتان الكبيره نسال الله ان ينتقم منهم اين اموالهم في بنوك اوروبا في بنوك امريكا هذا الغرب متواطئ معهم هذا الغرب يقول حي الله الفساد العربي مزيد من الفساد لمنعنا من التقدم والازدهار شيخ منصور من فضلك شيخ حسين حفظه الله قال في البداية السلطات تردع قلنا السلطات فاسدة ما ليلى الأمة الأمة تردع قلنا الأمة مسيسة ومتفرقة وفيها ستون مليون دين ومذهب وطائفة ذهبنا إلى الضمير قلنا له الضمير العربي مات هل نستحضر ملائكة من السماء تطرد الملاعين من الأرض؟ اعتقد ان هذا ما حدث بالفعل يعني عندما تتامل في دور الامه في محاربه الفساد فانك تجد عجبا في القران الكريم القران المجيد الذي دعا الامه الى حمايه نفسها في كثير من الايات القرانيه يشير سبحانه وتعالى الى حق غائب عن كثير من المسلمين وهو في ايديهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القرآن المجيد يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفي القرآن أيضا يبين الله عز وجل موقفا لبني إسرائيل غاية في الأهمية تسبب تخاذلهم وتسبب تقاعصهم في إحلال اللعنة عليهم يقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فطالما عجزت الايد فان عليهم ان يستنكروا ذلك استنكارا واضحا يعلنون فيه للطاغيه وللظالم ولهذا الحوت اننا نرفض هذا الفعل وهذا التصرف ومن ثم نجد ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم طبقوا ذلك فحتى يعني في كثير من النصوص الدينيه نجد ان عمر بن الخطاب وابا بكر وغيرهم نهوا عن احتكار السلع في السوق وهذه ال... هذا التصرف ينم عن فهمهم لهذا الدين وحرصهم على ان يغلبوا مصلحه الجماعه على الفرد وتخاذل الناس يدل على ضعف ايمانهم وضعف عقيدتهم وان الدنيا قد سيطرت عليهم وانهم يحبون المال حبا جما. القران الكريم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون اذا تقسيم الحياه ودرجات الحياه وان ابتلى الله بعض الناس ببعض هذا المعنى غائب عن غائب عن اذهان كثير من المسلمين يجهلون أن لله عز وجل سننا في هذا الكون وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده ببعض فأينا يصبر وأينا يستطيع أن يواجه المشكلة وأينا يتخاذل اللعنة حلت على بني إسرائيل بسبب تخاذلهم وبسبب ضعفهم وعدم مواجهتهم للمنكر ومن ثم يجب على أفراد هذه الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى بدلاً من أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الحقيقة غائبة عن كثير من المسلمين بسبب أن كل واحد يعني بلغة المصريين خليك في حالك امشي آه جنب الحيط. هذا الكلام الفارغ بعيد عن روح هذا الدين، هذا الدين يأمر أتباعه أن يكونوا أقوياء في مواجهة الباطل. يأمر أتباعه أن يكونوا أشداء في مواجهة المنكر وهذا الوصف العام جاء في سورة محمد في سورة الفتح في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فنحن مطلوب منا أن نكون أشداء على أعدائنا ليس لي لسنا أشداء على أنفسنا رحماء على أعدائنا هذا ما يحدث من بعض المسلمين المتخاذلين نعم شيخ منصور عن منهج القرآن شيخ منصور أفضل. إضافة بسيطة من تلميذكم المتواضع يحيى أبو زكريا عندما المولى عز وجل شرف القرآن إلى بني إسرائيل وما فعله الأحبار وكيف انحرف المسلمون قالوا لا أولئك بنو إسرائيل نسوا أن المدلول الرباني أيها المسلمون أنتم إذا سرتم بسيرتهم قد تصبحون أتعس من بني إسرائيل وهذا ما حدث شيخ حسين في القرآن الكريم نعم في ذلك قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار تعريض هؤلاء لهؤلاء حتى لا نكون مثلهم في أننا نحمل المعرفة والحق والعلم ولا نطبقه في واقع الحياة أحسن شيخ حسين طبعا صدرت كتب كثيرة عن الاحتكار الاحتكار والمنافسه غير المشروعه، احاديث الاحتكار، لماذا تفشل الامم؟ يتحدث عن دور الاحتكار في اسقاط الدول، حمايه المنافسه ومنع الاحتكار، الاحتكار في الفقه الاسلامي، طبعا نحن في التنظير امه عظيمه وفي الاقوال الجميله امه عظيمه ويعني نحسن اصدار الاحكام الشرعيه التي لا تجدها نهائيا في واقعنا. كمواطن لبناني يعني انت رايت الذل والسقوط والانكسار وموت ناس على طوابير البنزين وما الى ذلك، انت دعوت الى وحده الامه، راينا الامه تتقاتل على ارز على سكر على خبز على طحين يعني في النهايه كل ما جئت على ذكره غير متحقق، لا الله رضعنا، لا الرسول حصننا، لا الامه ارتقت الى مستوى صناعه الحضاره، وللاسف التجار لن يصيروا اتقياء لان التاجر بدون فقه فاجر والفجور هو الظاهر ما الحل اذا التفرج على انهيار الامم والدول لا يجوز لنا ان نصاب بحاله الاحباط والياس نعم بل لا بد ان نظل مصرين م. وان نعمل ولا شك ان الكثير من الناس فيهم من الخير الشيء الكثير م. وعليك أن تستمر في مواجهة الفساد والمفسدين وفي إسقاط هيكل الفساد على, رؤو... على رؤوس صانعيه وعلى رؤوس داعميه لأن القضية التي لا بد أن نلتفت أنت إليها أنت أستدبحت خارج يعني تعلم طلبتك كيف يردون الفرع إلى الأصل وكيف يستنبطون من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربك بربك هل رأيت مصداق ملاحقة فاسد في كل هذا الوطن العربي هل رأيت ذات يوم فاسد دخل السجن في هذا الوطن العربي ليست القضية لا تقف القضية عند هذا الحد بل إن الإنسان يجد الكثير من القرائن على ان من يمارس الاحتكار ومن يشجع حالات الاحتكار هي هذه الانظمه، الاحتكار يا سيدي واسمح لي هنا ان اقدم بمداخله بسيطه حول انواع الاحتكار، فنحن نفهم الاحتكار في جانبه المادي حبس السلعه والمال والبنزين والوقود والدواء وما الى ذلك ولا مم. شك ان هذا النوع من الاحتكار قاتل ومدمر لكن هناك اشكال اخرى من الاحتكار ماذا عن احتكار السلطه في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه؟ السلطه فقط لهذا الملك ولذريته لانها مقدسه طاهره ولا يحق لسائر ابناء الامه ان ينافسوا او ان يفكروا او ان يحلموا ان يكون لهم موقع في هذه السلطه ثالثا هناك الراعي الـ أه الـ الأكثر أه عفوا الحديث عن هذا الاحتكار يدخلنا في ستين داهية كما يقول المصريون إخواتنا هناك المصر. الراعي الأكبر لجريمة الاحتكار والفساد في أمتنا العربية والإسلامية وهي دول الاستكبار العالمي هذه الدول تمارس أبشع عمليات الاحتكار ماذا عن احتكار المعرفة؟ أيسمح لشعوبنا ولعالمنا العربي أن يمتلك بعض المعرفة المعرفة التقنية، المعرفة النووية، يسمح لنا بأن نمتلك هذه المعرفة؟ أليس هذا من أسوأ أنواع الاحتكار؟ نعم الاحتكار له ألوان عديدة وأقول لنفسي ولكل أبناء هذه الأمة نحن نملك طاقات وعلينا أن نبذل هذه الطاقات لا يجوز أن نحتكر طاقاتنا هذه الطاقات يجب أن نفيد منها البشرية جمعاء احتكار الطاقة ظلم لأن الطاقة يجب أن تكون صدقة الله سبحانه وتعالى في مفهومه في مفهوم القرآن يحدثنا عن المال أنه مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ويقول عز من قائل وأنفقوا مما جعلكم مستخلف مما جعلكم مستخلف مستخلفين فيه فهذا المال الذي مكننا الله منه وأعطانا القوة والعقل لنجمعه هذا لا بد أن يوجه وليس من حقك أن تقول المال مالي وأنا حر في منطق الإسلام وهو منطق العدل ليس من حقك أن تقول أنا أفعل في مالي ما أشاء ليس من حقك أن تسرف وأن تبذر في مالك ولا أن تحتكر ولا أن تغش ولا بد أن تؤدي حق هذا المال إلى المحتاجين والفقراء لهذا نحن سنصر على بث هذه الثقافه حسن. لانها سفينه الامل التي يمكن ان تنقذ هذه الامه من الوحول التي تعيش فيها. نعم وترى اننا سوف ننتصر في معركتنا الحضاريه بكلمه؟ هذا وعد الله نعم عز وجل بان الاخره وان العاقبه للمتقين وان الله سبحانه وتعالى سيورثنا هذه الارض نعم. لعباده الصالحين بعون الله تعالى بحول الله وقوته سننتصر لان المولى عز وجل وعد بان الارض يرثها عباده الصالحون عباد الله الصالحون عباد الله الصالحون سيرثون هذه الارض ان شاء الله العلامه الشيخ حسين الخشن شكرا جزيلا لك الاستاذ الفاضل العالم الازهري الكبير الشيخ منصور مندور من مصر التي نحب شكرا جزيلا لك الاستاذ حسان المنور من الجزائر الحبيبه شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا الى تمامها نامل ان يكون المحتكرون قد اتعظوا ولو قليلا من حلقتنا هاته الى ان نلقاكم هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ابدا ودائعه حياك ربي شيخنا العزيز